عبد الكريم نيسول، مدير مجموعة مدارس مجاهدين، مديرية إقليم الجديدة. أحيي بشدة مؤسسة مدارس إحسان وعلى رأسهم إحسان جوج على هذه المبادرة والتفاتة كريمة، وبالخصوص تلائم مع العيد الفطر المبارك اللي غادي يحل من بعد إن شاء الله واحد ثلاث أيام إن شاء الله. جابوا لهم اللبسات، جابوا لهم الحويجات، أشدوا على أيديهم وانا موجود في اي لحظه في اي مجال بغاو. بالخصوص المجال البيئي احنا مستعدين نديروا معهم واحد الشراكه مفتوحه، وفي المجال الرياضي ايضا عندنا ملعب رياضي نقدروا نخلقوا بيناتنا مسابقات في جميع المجالات، ونحاولوا ناسسوا ان شاء الله من بعد واحد المكتبه مدرسيه ملائمه، ونزيدوا ان شاء الله بهذا الجيل ويكون واحد التلاحم كبير ما بين الوليدات ديال العالم القروي والوليدات ديال العالم الحضاري، وبالخصوص التعليم الخاص. وهاد الوليدات اللي جاوا من التعليم الخاص كيطالعوا على هذا الامر وكيشوفوا كيفاش كيعيشوا الوليدات اخرين في مجال اخر، والطرق اللي كيضربوا وشحال كيمشيو وشحال كيجيو. معكم تلميذة حنان حبوب من مؤسسة إحسان. في إطار الأنشطة الموازية وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، نظمت مؤسسة إحسان إثنان حملة تضامنية، تم توزيع بعض الألعاب والمواد الغذائية لمساعدة هؤلاء الأطفال المحتاجين. إحسان إثنان، قد قمنا هذا اليوم بحملة تضامنية لمجموعة مدارس المجاهدين المجاورة لمدينة الجديدة. قد قمنا بتوزيع بعض الملابس واللعاب على الأطفال. Thank you.